بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة تقدم: الله سيكون خصمه يوم القيامة. أتدرون من المفلس؟ فاسمعوا أيها الناس، اسمعوا وبلغوا كل ظالم معتدي، بلغوا كل ظالم معتدي، الله سيكون خصمه يوم القيامة. الله سيكون خصمه يوم القيامة. ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويفتح الله لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. إلا أن هناك أناسا من الناس في هذا الزمان قد زين لهم الشيطان سوء أعمالهم، وغرتهم زينة الحياة الدنيا، فأصبحوا على الدنيا مقبلين وعن أمر الآخرة غافلين، فتعدوا حدود الله، وانتهكوا محارم الله، وظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم من المسلمين. يستأجر الأجراء ويستقدم الخدم والعمال، فيعدونهم بوعود موهومة وعقود مكذوبة وإغراءات مزعومة، فإذا استوفوا من عمالهم وخدامهم العمل، وقام الأجير بما عليه من العمل، أخذ هؤلاء الناس يماطلون العمال في أجورهم، يماطلونهم في أجورهم وحقوقهم، وبعض الناس ينقص أجر الأجير والعامل بدون حق أو عذر شرعي. الله سيكون خصمه يوم القيامة. الله سيكون خصمه يوم القيامة. وبعض الناس والعياذ بالله قد يحرم الأجير حقه ورزقه. الله سيكون خصمه يوم القيامة. إذا طالب العامل أو الأجير بحقه وماله، فإنه قد يتعرض للسب والشتم والأذية. الله سيكون خصمه يوم القيامة. وبعض الناس والعياذ بالله ربما يمد يده ويضرب عماله ويضرب خدمه، ويتطاول عليهم بيده وبلسانه. الله سيكون خصمه يوم القيامة. قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر. الله سيكون خصمه يوم القيامة. ورجل باع حرا فأكل ثمنه. الله سيكون خصمه يوم القيامة. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. الله سيكون خصمه يوم القيامة. ومن أنواع الظلم ظلم الزوج لزوجته. ومن الظلم أيضا منع المرأة من ميراثها. ومن الظلم اليوم أكل أموال اليتامى ظلما وعدوانا. ومن الظلم والتعدي أخذ الرشوة لإبطال حق أو تيسير باطل أو تضييع حق مسلم بغير حق. الله سيكون خصمه يوم القيامة. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا،
فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة بالتعاون مع مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية للإنتاج والتوزيع أن يقدموا لكم هذه الرسالة، والتي هي بعنوان الله سيكون خصمه يوم القيامة، من فضيلة الشيخ سعود ابن برك المسعودي. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاثا: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا. أيها الناس، إن من أعظم المحرمات، من أعظم الموبقات والمنكرات التي حرمها الله جل وعلا الظلم والبغي والتعدي بغير حق، من أعظم المحرمات التي حرمها الله
الظلم والبغي والتعدي بغير حق، وجعل الله عاقبة الظلم وخيمة ونهاية أهله أليمة. وقد حذر الله عباده المؤمنين من الظلم وعاقبته، وبينه في مواضع، بين الله لنا في مواضع من القرآن كثيرة أنه لا يحب الظالمين، وأنه قد لعن الظالمين، وأنه ما أهلك الأمم السابقة إلا بسبب كفرهم وظلمهم وتعديهم. قال جل وعلا: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال عز جاهه وتعالى جده: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال جل وعلا: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. فالظلم أمره عظيم وشره مستطير، وعاقبة الظلم إلى وبال وخسار. لذلك حرم الله الظلم على المؤمنين، ونهى المسلمين عن الظلم والبغي والفساد في الأرض بغير الحق. فحد الله الحدود وحرم الحرمات ليمنع الناس من ظلم بعضهم البعض، أو أن يتعدى بعضهم على حق أحد من المسلمين. قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. أخرجه الدارقطني وغيره. أيها المسلمون، مع بيان هذه الآيات البينات وقوة الدلائل الواضحات من كلام الله جل وعلا وكلام النبي المجتبى عليه صلوات ربي جل وعلا، مع وضوح هذه الدلائل القوية وبيانها ووضوحها في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع ذلك كله إلا أن هناك أناسا من الناس في هذا الزمان قد زين لهم الشيطان سوء أعمالهم، وغرتهم زينة الحياة الدنيا، فأصبحوا على الدنيا مقبلين وعن أمر الآخرة غافلين، فتعدوا حدود الله وانتهكوا محارم الله، فظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم من المسلمين، فأصبحوا يظلمون الناس ولا يبالون، ويتعدون على حقوق الناس ولا يتقون. ولعل ما نراه
لعل ما نراه ونسمع به من أنواع الظلم وصوره في هذا الزمان لهو خير دليل، لهو خير دليل على صدق هذا البيان. فكم من الناس اليوم، كم من الناس اليوم يستأجر الأجراء ويستقدم الخدم والعمال فيعدونهم بوعود موهومة وعقود مكذوبة وإغراءات مزعومة، فإذا استوفوا من عمالهم وخدمهم العمل، إذا استوفوا منهم العمل وقام الأجير بما عليه من العمل، أخذ هؤلاء الناس يماطلون العمال في أجورهم، يماطلونهم في أجورهم وحقوقهم، وبعض الناس ينقص أجر الأجير والعامل، ينقص أجره بدون حق أو عذر شرعي، وبعض الناس والعياذ بالله قد يحرم الأجير حقه ورزقه، وإذا طالب العامل أو الأجير بحقه وماله فإنه قد يتعرض للسب والشتم والأذية، وبعض الناس والعياذ بالله ربما يمد يده ويضرب عماله ويضرب خدمه ويتطاول عليهم بيده وبلسانه. وهذا والله من الظلم والتعدي على حقوق هؤلاء المساكين، هذا والله من الظلم والتعدي على حقوق هؤلاء المساكين، وهذا والله من البغي والإثم الذي لا يرضاه الله، وهذا والله من تجاوز حدود الله وعصيان لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. فاسمعوا أيها الناس، اسمعوا وبلغوا كل ظالم معتدي، بلغوا كل ظالم معتدي أن الله جل وعلا أمر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أمر بإعطاء الأجير حقه ورزقه الذي كتبه الله له. قال عليه الصلاة والسلام: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه وهو في صحيح الجامع، وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، الله سيكون خصمه يوم القيامة. فاتقوا الله أيها الكفلاء، اتقوا الله في حقوق إخوانكم الضعفاء، اتقوا الله في حقوق هؤلاء المساكين. فوالله لولا أنهم في حاجة إلى المال ما خرجوا من أوطانهم وما تركوا أهلهم وأولادهم، والله لولا الحاجة ما غادروا أوطانهم وما تركوا أحبابهم وأبناءهم، ولكن الحاجة أخرجتهم
الحاجة أخرجتهم. فاتقوا الله، اتقوا الله في حقوق هؤلاء المساكين، اتقوا الله أيها الناس، اتقوا الله في حقوق الخدم والعمال. أدوا الذي عليكم لهم قبل أن يندم الإنسان، قبل أن يندم على ظلمه في وقت لا ينفع فيه الندم. ومن أنواع الظلم، ومن أنواع الظلم وصور الظلم التي شاعت وانتشرت في هذا الزمان، ظلم الزوج لزوجته. فكم من زوج يؤذي زوجته بغير حق، مرة يسبها ويشتمها، ومرة يهينها ويلعنها، ومرة يهضمها حقوقها التي أوجب الله لها. وبعض الأزواج والعياذ بالله ربما يتجرأ على زوجته فيمد يده عليها ويضربها، وهذا من الظلم، من الظلم والاحتقار الذي لا يرضاه الله، وخلاف لما أمر به رسول الله، حيث قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وبعض الأزواج والعياذ بالله إذا كان له زوجتان، إذا كان له زوجتان مال إلى إحدى زوجتيه دون الأخرى، يميل إلى إحدى زوجتيه ظلما وعدوانا بغير حق. وهذا من الظلم الذي حذر الله، حذر الله من سوء عاقبته. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائلا، يعني مشلولا. من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائلا. أخرجه أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومن الظلم أيضا منع المرأة من ميراثها، منع المرأة من ميراثها وحقها الذي كتبه الله لها. فكم من النساء، كم من النساء في هذا الزمان حرمن من الميراث، حرمن من الميراث ظلما وعدوانا بسبب نعرات جاهلية وعادات قبلية مقيتة، وهذا ظلم وحرام. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وصور الظلم الشائعة عدم العدل، عدم العدل في العطية بين الأبناء. فكم من الناس اليوم، كم من الناس اليوم يفضل بعض أبنائه على بعض، يفضلهم بغير حق، فيعطي بعض أبنائه أكثر مما يعطي الآخرين، أو يعطي أبناء هذه الزوجة الثانية ويترك أبناء الزوجة الأولى. وكل هذا من الظلم والجور الذي لا يرضاه الله. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله، اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. أخرجه الإمام مسلم. ومن الظلم اليوم أكل أموال اليتامى، أكل أموال اليتامى ظلما وعدوانا. وقد نهى الله جل وعلا عن أكل مال اليتيم. قال جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن الظلم والتعدي أخذ الرشوة وإعطاؤها إلى القضاة أو الموظفين لإبطال حق أو تيسير باطل أو تضييع حق مسلم بغير حق. والرشوة من الظلم ومن التعدي والبغي بغير حق. قال جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم
لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم، رواه أحمد وهو في صحيح الجامع. وأخرج الطبراني في معجمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراشي والمرتشي في النار، الراشي والمرتشي في النار. ومن أنواع الظلم الشائعة والمنتشرة في هذا الزمان غصب الأرض والعقارات، غصب الأرض والعقارات وامتلاكها وأخذها بدون حق، أو ظلم أصحابها والتعدي على أملاكهم وأخذ شيء منهم بغير حق ظلماً وعدواناً، أو تغيير حدود الأرض ومعالم الأرض ليزيد الظالم من أرضه وملكه. وكل هذا من الظلم، كل هذا من الظلم ومن التعدي الذي حرمه الله. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، يعني وإن كان عودا من مسواك، وإن كان قضيبا من أراك. والحديث أخرجه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا، من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. أخرجه الإمام البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله عز وجل أن يحفره، كلفه الله عز وجل أن يحفره حتى يبلغ 7 أراضين، ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. رواه أحمد وابن حبان. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله من غير منار الأرض، يعني من غير حدود الأرض، لعن الله من غير منار الأرض. ألا فاتقوا الله أيها الناس، اتقوا الله أيها الناس، واحذروا من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة وخزي على أصحابه وندامة. احذروا أيها الناس، احذروا من ظلم الناس أو التعدي على حقوق الناس، فإن الله لا يرضى بالظلم ولا يحب الله الظالمين. واعلموا أن الله ليس بغافل عما يفعله الظالمون. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. أخرجه البخاري في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والحديث اتفق عليه الشيخان، وجاء عند الترمذي في سننه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي
ودعوة المظلوم يرفعه الله فوق الغمام، ويفتح الله لها أبواب السماء، ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. لا تظلمن، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ألا فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله واحذروا من ظلم الناس، احذروا من ظلم الناس، وتخلصوا من حقوق الناس، ردوا على الناس مظالمهم، ردوا على الناس حقوقهم، واعلموا أيها الناس أنكم إلى الله سائرون، وبين يدي الله ستقفون، وعن أعمالكم ستسألون، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم، أخذ من خطاياهم، فطرحت عليه، ثم طرح في النار، ثم طرح في النار. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. يا عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله واحفظوا حسناتكم، حافظوا على أعمالكم، احرصوا أيها الناس أن تخرجوا من الدنيا وليس لأحد عليكم شيئا من الحقوق. المسلم العاقل هو الذي يحافظ على طاعة الله ويبتعد عن كل شيء يسخط الله. المسلم العاقل يحرص على زيادة الحسنات، يحافظ على حسناته، يبتعد عن أذية الناس، لا يتعدى على حقوق الناس، وإن حصل منه أذية أو حصل منه إساءة يسارع مباشرة للتخلص من هذه البلية. فترى الذي يخاف من الله إذا وقع في ظلم أو وقع في تعدي يذهب مباشرة إلى من ظلمهم أو تعدى عليهم، يطلب منهم الصفح والغفران، يسألهم أن يسامحوه وأن يعفو عنه، حتى يخرج من دنياه سالما من حقوق الناس، حتى يخرج من دنياه سالما من حقوق الناس ومن ظلم الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة، من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. والحديث أخرجه الإمام البخاري. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم،
تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. ألا فاتقوا الله أيها الناس، اتقوا الله في حقوق المسلمين، اتقوا الله قبل أن تلقوا الله في وقت لا ينفع فيه الندم ولا الاعتذار بين يدي الله. ألا وصلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم الله بذلكم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين، ودمِّر أعداء الدين، وانصُر عبادك الموحِّدين المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم آمِنَّا في أوطاننا، وأصلِح أئمَّتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرِّج همَّ المهمومين من المسلمين، اللهم فرِّج همَّ المهمومين من المسلمين، ونفِّس الكرب عن المكروبين. اللهم وكل الضعفاء والمساكين، اللهم كل الضعفاء والمساكين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى أن نلتقي بكم مرة أخرى في إصدار قادم إن شاء الله، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54-34-267، وترقبوا إصدارنا القادم إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، وفي الزوجات ظلم أيضا، فهي تظلم نفسها بعدم الحجاب. لما جاءها رجل الهيئة قال لها: يا أمت الله تحجبي، قالت: خذوا خشتكم. مآسي من الظلم الاجتماعي. وهكذا بكل وقاحة وصفاقة ترد الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تظلم نفسها. وكذلك تظهر في هذه الملابس شبه العارية في مجتمعات الناس، ولو كان عند النساء فإن كثيرا من ملابسهن حرام لا يجوز. أيها الإخوة، إننا نعاني أنواعا من الظلم، وخصوصا ظلم اللسان: الغيبة، البهتان، الكذب، السخرية، الاستهزاء، الشتم والسباب. مآسي من الظلم الاجتماعي. إذا كانت لا تنجب لأن الله لم يكتب لها الإنجاب، فما ذنبها أن يقال لها: أنت فيك كذا وكذا، ويعيرها بشيء لا يد لها فيه، يلعن وجهها وقفاها ويقول: اقلبي هذا الوجه، ويدعو الله بأن يقطع هذا الوجه، وأنت عقدة في نفسي وحياتي. ولا زال كذلك يشتمها بأنها لا تفهم وبغباء، وبيشبهها ببعض البهائم وأنها بلهاء، وربما تفل عليها أمام أولادها. مآسي من الظلم الاجتماعي. ظلم، إنه يوجد بعض القضايا في المحاكم أيها الإخوة من ضرب الأزواج للزوجات، ظلم عجيب: كسر في الأنف، وجروح في الوجه في حالة من الحالات، كسور في الظهر، نزيف من جراء الضرب على البطن، ركل في القدم، رضوض في الجسم، شق في الوجه، كسر في الذراع، كسر في الرجل. مآسي من الظلم الاجتماعي. وهكذا تتوالى التقارير الطبية من المستشفيات إلى المحاكم. لماذا أيها الإخوة، لماذا يحدث ذلك؟ والظلم ظلمات يوم القيامة، وهي كذلك عندما تظلم زوجها فتقصر في حقه وتمنعه من الفراش وتتأبى عليه، وكذلك لا تهتم بأمر أولادها، وكأنهم أولاد لا علاقة لهم بها. أيها الإخوة، منع الحقوق ظلم. هناك حقوق للزوج، وحقوق للزوجة، وحقوق للأولاد، وحقوق لأهل الزوج، وحقوق لأهل الزوجة. المنع من الحقوق ظلم، فاتقوا الله يا عباد الله. إخواني، إنه يوجد من الظلم أيضاً عقوق الآباء والأمهات بطريقة عجيبة.
يصفق الباب في وجه أبيه وأمه، يصفقه صفقا عنيفا مظهرا صدوده عمن كان سببا في وجوده، في أبيه وأمه.